سيد سفير نبيل عمرو، يعني ماذا تتوقع؟ يعني هذه الجولة كيف تنتهي؟ هل ندخل في حرب برية، اجتياح بري؟ كيف تنتهي هذه جولة مثل جولات أخرى ربما تكون الأشرس، لكن كيف تنتهي هذه الجولة في رأيك؟ هناك اجتهادات عديدة. حتى الآن إذا رأينا الصورة بوضعها الحالي، توجد الحرب النارية الساخنة والتدميرية على غزة، وحرب محدودة للغاية، انتقائية، تضامنية، رشقات متبادلة، ولكن مسيطر عليها. لا أحد يستطيع أن يقرأ الاحتمالات التي تترتب على ذلك. مثلا، هل ستتحول لحرب إقليمية؟ ممكن، يعني لا يوجد ما يضمن أن لا تتحول كذلك. هل ستكون حرب إبادة تمارس فيها إسرائيل جنونها هي إنها تمارس الآن؟ هل ستستمر كما قالت إسرائيل لسنة وربما أكثر؟ أيضا هذا احتمال. لكن في نهاية المطاف، مهما كانت نتائج هذه الحرب التدميرية، القضية الفلسطينية لها حراس، أهلها، حقوق أهلها، أمتها العربية، مصر، السعودية، الأردن. هذه القضية مهما كانت نتائج الحرب على غزة ستظل موجودة، وستظل هي القضية المركزية في الشرق الأوسط وفي العالم. شكرا جزيلا السفير نبيل عمرو، وزير الإعلام الفلسطيني السابق، وطبعا كان سفير في القاهرة لسنوات طويلة وصديق عزيز لنا جميعا.